يا يحيى، انت ليك فضل كبير جدا في انتصارنا، وضروري يكون ليك مكافأة كبيرة جدا. يا سيدي، انا واحد من شعب كيمت اللي يهمه مصلحة بلاده. يحيى جاوبني بصراحة، ها؟ بصراحة، بما انك بتعرف في المستقبل كده خلاص مفيش حروب تاني؟ ها؟ السؤال المفاجئ ده، سينو ما قالليش اي معلومة. بتقول حاجة يا يحيى؟ لا لا يا جلالة الملك. ها، ما جاوبتش على السؤال. طول ما انت تملك جيش قوي وقادر تدافع عن ملكك، حتى لو في حروب هتنتصر فيها. انا من بعد اللي حصل وانا بصدق كل كلامك. انا بس كل اللي نفسي اعرفه، انت ازاي بتقدر تعرف كل حاجة؟ ده انا تقريبا يا ابني معرفش غير اسمك. واوعى السؤال يضايقك فتختفي. ما انا قلتلك يا مولاي، المهم ان اقدر افيدك باللي اعرفه. لكن مثلا لو قلتلك اني في مدرسة اسمها الاوائل، وعندي اخت اسمها كنوز، هتصدقني؟ انت بتقول ايه يا ابني؟ انت بتتكلم لغة ما نعرفهاش. شفت بقى يا مولاي؟ اكيد دي خدعة جديدة يا قارئ الافكار والمستقبل.